نرجع بقى تاني ونكمل حديثنا كده. الحارس الأول هو ده لقب أنت دايما بتسعى له، لقب بيفرحك أكيد. إمتى نقول عواد صبحي الحارس الأول للمنتخب الوطني؟ الفترة الجاية، فترة قريبة إن شاء الله. سنين ولا فترة؟ لا لا لا، فترة قريبة أوي. أه راكب ثقة؟ لا هشتغل هشتغل، وأكيد بقول الفترة الجاية بتمنى وأنا من جواها توفيق ربنا أكيد فيها، لأن توفيق ربنا برضو في الأول في الآخر هو اللي هيعمل. وطول ما انت بتشتغل يا سيف حضرتك، انت عارف لعيب الكوره كل ما هيتعب اكتر ربنا هيكرمه. دايما الحارس مرمى يقول ان في مدرب حسسه ان هو مؤمن بيه قوي، مقتنع بيه قوي. عشت اللحظه دي مع مين اكتر؟ والله انا مدرب منتخب نادي اللي انت عايزه. بس انا الفتره اللي فاتت كان فيتوريا بصراحه. فيتوريا. كان مؤمن بيا قوي وعارف ان انا، حتى كنت بروح المنتخب يا كابتن سيف كنت بحس لا ان انا ايه ده، هو انا ازاي مش يعني. اكيد الحمد لله يا رب والشكر لله توفيق ربنا برضو يعني. اكيد كنت في اي حارس ولا اي لاعب بيجي له فتره كده يبقى مش موفق، بس انا يعني كنت بستغرب لما بروح المنتخب، لا يعني كنت ببقى حاسس ان انا فايق. انا حتى كنت موقوف شهرين في النادي ولا شهر، رحت المنتخب لعبت ماتش تنزانيا حسيت ان انا فايق برضه قبل امم افريقيا، فكنت مستغرب. فبس هو توفيق ربنا وحته اللي كنت لسه بقول لحضرتك عليها نفسيا. نفسيا انت حضرتك يعني، انا دايما كنت اقولها اقول له يا كابتن انا مش عايز فلوس على قد ما انا عايز احس ان انا نفسيا كويس. يعني انت تعالى اضحك عليا بالكلام مثلا كابتن مين؟ اي حد. اقول له اضحك عليا بالكلام حسسني ان انا احسن واحد في الدنيا حتى لو انا اوحش واحد في الدنيا، وبعد كده كل بس حاجه. تعالى بقى تعالى حاسبني. طب السؤال الثاني او النقطه المهمه، احيانا الناس تزعل يعني دايما يقول لك ايه حراس مرمى المنتخب، واحد اهلاوي واحد زملكاوي. جينا في فتره لقينا حارسين من الاهلي مصطفى والشناوي. مش عارف بس يعني، بس انا رزقهم و يعني شايف ان ده كان وقت برضه انتوا كنتوا فيه مقصرين؟ مش حك لا انا الفترة دي يعني كنت متهيألي بلعب فيها برضه، كان الكابتن حسام حتى كان عواد برضه بيلعب. ايوه انا فاهم. بس ما كنتش لا بس الفترة دي، لا انا الفترة دي كنت كويس فيها. الفترة دي انا كنت خلاص بدأت اركز خلاص يعني، انا من فتره كبيره وانا فاق حاسس يعني. استغربت بالخطوه دي ان يبقى في اتنين حراس الاهلي والزمالك ملوش حارس؟ مش استغربت، بس انا يعني استغربت يعني هو مصطفى كان لما كان بيلعب كان ماشي بشكل كويس جدا وكان ما شاء الله ربنا موفقه يعني، فلما الشناوي رجع ولعب دي بس اللي انا استغربتها. بس يعني انت المفروض بتاخد اللي بيلعب. بس فاستغربت قلت ممكن يكون هو تفكير الكابتن حسام صراحة في حاجة. اخد الشناوي في الوقت ده؟ لا انا كنت مع الكابتن الشناوي يروح ويلعب. طبيعي خبرات كبيرة وتاريخ كبير. لا وبعدين انا اتصبت في الملعب. انا اتصبت وانا بتمرن، انا ما اتصبتش وانا بره، انا نايم. فاكيد لما ارجع الاقي مكاني، ما انا شلتك كتير فانت هتشيلني امتى؟ بس فهو ده طبيعي حق. وجهة نظر مظبوطة. لا بره يا كابتن هم ماشيين كده، في حارس اول وحارس تاني. بس انت بتنادي عليهم بتقول لهم خلال فترة بسيطة جدا هنكون الحارس رقم واحد. هو كابتن حسام بيحبني. انا لعبت معاه سنة. ودايما كان يقول لي انت احسن حارس في مصر وبتاع وفاهم، بس انا مستغرب يعني. بس عادي. ان انت ما رحتش. ممكن يكون بيديك حتة تجهز. اكيد. الحمد لله انا كابتن والله ما زعلان. انا دايما بص يا كابتن، انا في حياتي خدت قرار اللي كل حاجه في الدنيا دي رزق ومفيش حد بياخد اكتر من رزقه وكله رايح. فاحنا نزعل ليه ونكلم في ظهر الناس دي ونأذي ليه؟ والدنيا الدنيا فانية. صح الدنيا متفانية. ما سمعتلكش دوشه في التجديد المره دي يعني، لسه تجديد في هدوء مع الزمالك عادي؟ لا سمعت بقى عرض هنا ولا هنا ولا اصل ولا الحكايه؟ لا جالي عروض ما سمعناش يعني، قصدي ما اعرفش.
بس لا، الناس كانت بتتكلم صبح مش عارف فين، صبح مش عارف، وانا اصلا كنت نايم في البيت صبح في البيت. والله قاعد انا كنت بقعد اضحك يعني يا جماعه انا قاعد في البيت والمصحف قاعد في البيت، ما قعدت مع حد ولا رحت مع حد. لا طب صبح مش عارف راح قعد مش عارف مع مين وخلص وخد فلوس، طب صبح رجع الفلوس. انا صبح لو خد فلوس مش هرجعها واقعد في الزمالك برضه. زعلت على الموقف الاول مع نادي الزمالك، المشكله الاولى بتاعت خروج المعسكر. كنت غلطان، انا كده كنت غلطان وكنت زعلان من نفسي. اكيد جدع والله، واكيد دي حاجه علمتني برضو اللي انا ما اخطاش، واكيد مفيش حد ما بيخطاش، بس اهم حاجه تتعلم وانا اتعلمت. وطالما ده خلاص يعني السيستم هنمشي عليه فخلاص، ليه نزعل من النظام؟ انا غلطت واتعاقبت، خدت عقوبه ماليه جامده. بس من 250,000 من مليون؟ هو من مليون بقى ربع الحاجه راحت. انت استويت مش اتعلمت. لا بس ده حاجه حلوه يعني. انا يعني انا فرحت، لا طالما انا غلطت فاتعاقب عادي مفيش مشكله. ودي كانت قرصه جامده. ومن بعدها على فكره يا كابتن سيف انا رجعت لعبت. تمام بجوميز بس انا عارف ان في موقف معين غير حياتك خالص. يعني لا خلاص بقى يعني. ايه هو الموقف؟ مش عايز اتكلم فيه، بس يعني موقف كده من فتره حصل مع فتوح، اخر الموقف الاخير ده. هو ده الموقف. انا بتمنى ربنا يعني ربنا يرحم المتوفي، ربنا يرحمه طبعا، اكيد ربنا يفك ازمه كلمه ده حاجه قدر ومكتوب لينا كلنا عامه. هو ربنا يرحمه، وده هي خلاص هي دي وقته وده موته. واحنا انت صبحي بعد الموقف ده مش صبحي. لا يا كابتن انا بص، هو اي حد بعد الموقف ده لو ما بقاش كده فخلاص انت. بس انا حسيت لا يعني انت يعني خلاص في ده اكتر موقف. الدنيا مش مستاهله زعل، مش مستاهله اي حاجه. الدنيا مش مستاهله ان انت تطلع تقطع في لعيب عشان تاخد نسبه مشاهدات، وده اكتر من حاجه مضايقاني من الناس. من الناس كمان اللي هي مسموعه وبتطلع عشان مش عارف ترند، وعشان ابقى اطلع بعد كده في قناه. يا جماعه احنا هنموت كلنا. الدنيا ولا الفلوس هتنفعك ولا الترند. انت قلت لي ان نومك قعد فتره ما بيرجعش بعد الموقف ده. اكيد الموقف صعب يا كابتن، بس يعني بس الموقف غير محمد صبحي تمام. هو غيرنا كلنا عامة، وربنا يخرج فتوح منها بالسلامة يا رب، ويرجع لنا تاني بالسلامة ويبقى غير برضه فتوح. طبعا ربنا يا رب يخرجه، وربنا يا رب يعني يستر على كل الناس، ودايما يا رب كده الخير لكل الناس. ما نتمناش ابدا لاي حد حاجة وحشة، والافضل ليكوا ان شاء الله. لان عارف كرة القدم دي خلاص بره الموضوع ده، يعني كرة القدم دي نعمة اكيد. يعني ما تزعلش مني في الموقف الاولاني، حتى اما كنت اقعد اقرا الموقف كده قبل ما اطلع هوا، عارف ابقى زعلان منكم قوي ليه؟ اقول يا جماعه انتوا في نعمه كبيره قوي، انتوا بتلعبوا في نادي الزمالك. فاهم قصدي؟ يعني الزمالك والاهلي دول حاجه نعمه كبيره جدا، تلعب وبتلعب اساسي يعني المفروض يبقى البني ادم حافظ على النعمه بشكل افضل. وزي ما انت قلت الحمد لله، انت قلت انا اتعلمت الدرس والدرس. بس حاجه يا ابني، انت مش هتتعلم الا لما تغلط. انت كده صح. ان كانت حاجه كبيره ولا حاجه صغيره هو غلط، فانت كده وهنفضل نغلط يا كابتن. بس غلط عن غلط هيفرق. بس انا هديك نصيحه اخ، سنين الكوره نعمه كبيره من ربنا زي سنين الشهره، حافظ عليها وراعيها كويس، ربنا يصونها لك. فاهم قصدي؟ لئن شكرتم لازيدنكم. يعني دايما الحمد لله على الحاجه، ربنا دايما يزيد منها. دايما تبقى قاعد على الكرسي كده مثلا تقول انا اعلامي، انا طالع الحمد لله يا رب. واحد يجي يتصور معايا تقول الحمد لله يا رب، نعمه كبيره جدا عند ربنا. ربنا يزود النعمه. فاهم قصدي؟ لكن كل المشاهد اللي عدينا بيها في حياتنا، انا بتكلم على الكوره دلوقتي بالاخص، لعيبه الكوره اللي كانت موهبه جامده جدا جدا او ما كملتش، اللي ما عرفتش النعمه اللي هي فيها، عرفت امتى؟ بعد ما خلصت وعدت السنين وبطل وجي بص على نفسه كده
لا الدنيا دلوقتي بقى ده حاجه انا فكرت فيها بقى. الناس يقول لي ايه والله يا كابتن كنت يا ريتني سمعت نصيحتك وانت قاعد بتتكلم في التلفزيون تقول لي. بس يا ريت بقى الناس ده يا كابتن لما يطلعوا ينصحوا حد يعني ينصحوه يعني يقول لك اه انا كنت بعمل زيك مثلا وبص انا فين. ايوه ما هو الناس معروفه يعني طبعا. وبالعكس ده في ناس كتير بتقول يعني في ناس تطلع تقول بص انا مواهب كتيره بص راحت فين مواهب كتيره بص بطلت. ما هو انت يا كابتن ما ينفعش تتكلم في اتجاه واتجاه تاني. لا أكيد يعني أكيد. في اتنين لعيبه غلط واحد من الاهلي وواحد من الزمالك ما تطلعش تقول بتاع الزمالك وما تقولش بتاع الاهلي. طبعا انا مش قصدي ده ولا ده بس انا قصدي ان انت خلاص تبقى سوي نفسيا. خلي بالك هي النصيحه في الاخر حب يعني. احنا مثلا اكتر لعيب اتكلمنا عليه اكتر لعيب كان من الاهلي ولا من الزمالك؟ صالح جمعه مع كل حب وتقدير ليه تاريخ يعني تاريخ في الانتقاد. يا صالح خلي بالك صالح انت موهبه كبيره صالح انت احلى انت افضل لعيب في مصر صالح كنا متوقعين نقطه بعيده جدا ثم صالح انا اكتر واحد حزين. فين صالح من كل اللي توقعناه. ملاش على فكره ملاش علاقه باهلي والزمالك ليه علاقه بموهبه. انت بتشوف موهبه كبيره جدا لعيب مدغدغ الدنيا بيبقى كل نفسك ايه يا ابني ركز بص قدامك عشان تروح في حته ثانيه هتروح في الحته الثانيه عارف انت الحته الثانيه. بس انت حضرتك انا مع حضرتك في الجزئيه دي بس انت حضرتك اللي بتقول كده في ناس لا ما بتقولش كده بتقولها بصيغات ثانيه. لا 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 مش احسن حاجه. لا لا صيغه ثانيه ما فيش صيغه ثانيه. احنا يعني الحمد لله يا رب ما في الاخر ما بنعص غير الصالح للناس للبشر فقط لا غير. يعني احيانا نيجي مع لعيب النصيحه خلي بالك ركز خلاص انا بسميها يعني ننور لك كشاف بس انا اكتر حاجه بسطاني ان من بدايه الحديث ومن قبل ما نخش هوا انا حاسس ان صبحي واحد تاني. دي اكتر حاجه انا قلت الحديث. لك انا قلت لك الدنيا فانيه وربنا ما في حاجه مستاهله اي حاجه في اي حاجه ربنا